وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعتكم انا جيتكم مقطع جديد، تحدي من تحديات الاسبوع ال13. قبل المقطع يا شباب لازم تدعمونا، اول شيء تصلوا على النبي، بعدين لازم تدعمونا خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس، كمان لا تنسوا تستخدموا كود الايتم شوف شيش الظاهر امامكم. وخلينا نبلش على طول. مطلوب من هذا التحدي يا شباب بيحكي لك استحم في مسبح او في بركه ارجوانيه عند كومات البخاريه. هسا هون يمكن الترجمه يغيروها يكون انك اصطاد في البركه الارجوانيه، تمام؟ فممكن تكون هيك وتكون هيك. كل عليك تيجي تنزل على هذا نفس الموقع راح انزل عليه انا هسا هون، تمام؟ طلعوا كيف؟ ثواني هسا خلينا ننزل هون، هي احفظوا انتم مكان مره تقص من المقطع عشان تنزل. تنزل هون انك تنزل بس بالمسبح، انك ايش تستحم فيه، انك تنزل فيه فقط، يعني انزل فيه فقط انك تسبح عادي. هسا اذا ما زبط تطلع فوق هون في بكي تلاقي اللي هي صناره، بدك صناره راح تلاقيها هون او بتدور بالمنطقه بتجيب اي مكان بدك اياه. ففي عندي هون لقيت عندي صناره بتاخذها وتصيد فيها، فاحتمال يا تكون انه تصيد في المسبح او انك تسبح في المسبح هذا، انك تسبح في البركه هاي الارجواني، لانهم طالبين البركه الارجواني ما في غيرها عندنا موجوده هون في الكومات البخاريه. وهذا هيك عنا كان التحدي اليوم يا شباب، لازم تعملوا خلطات على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس، وخلينا نشوفكم في فيديو مقطع جديد، ومع السلامة، بيس.